اتفضل. كان في قضيه هو رافعها عليا في الاتحاد الدولي ومحدش اتكلم فيها خالص في الاعلام هنا. انا كسبت القضيه، يعني كسبت القضيه بتاعت الهلال السوداني اللي كان متهمني فيها بالهروب. وكان المرحله اللي بعد كده اللي انا هرفع قضيه تعويض عليه عن الكلام اللي قاله. ولكن حصل اتفاق جولي مصر المجلس الجديد بعد ما كسبت القضيه. انا كسبت القضيه طبعا. كسبت القضيه الحمد لله، وقالوا عايزين نصفي القضيه دي ونبتدي صفحه جديده، واحنا محتاجينك تبقى موجود معايا في المرحله بتاعت افريقيا. كان في مدرب اسمه زوران ماسك الفرقه، احنا زوران خلاص مرحلته انتهت وانت متواجد معانا. كان عندنا ماتش، كان ماتش بلوزداد في الجزائر. فخلاص قلت برضو انت كنادي الهلال وهنخلص القضيه اللي بينا وهبتدي معاهم في افريقيا برضو. اللعيبه قالوا لي احنا اللي جبنا اللعيبه، نائب رئيس النادي ومدير النادي جولي هنا مصر. كان كمين؟ لا خالص، لا لا خالص. لا لا، ناس محترمه جدا صراحه. بس القرار ما كانش في ايديهم. القرار كان رئيس شرف النادي. هو اللي خد القرار. هم خدوا القرار كمجلس اداره يجيبوا حماده صدقي من غير ما يبلغوا رئيس شرف النادي اللي هو المستشار تركي. ما بلغوهوش. فهو قال لك لا، انا رئيس شرف النادي، انا بعمل كل حاجه في النادي. فما التعاقد لن يتم. رحت سموح؟ رحت، لا رحت سموح في المره الاولانيه مش دي. اي انا عارف، ما انا بقول لك بقى في الاولانيه رحنا، بنرجع الاولانيه. انت عملت الاول والثاني اعتبرني بحقق معاك. ما انت بتحقق معايا. طيب رحت سموحه. انا في سموحه ليا سؤال كده برضو لازم نفهمه. ايام المهندس فرج عامر، وانا يعني بحترم الراجل ده جدا، هو كان فعلا بيبعت لك ورقه تغييرات ويتدخل في التشكيل ولا لا؟ عايزين نعرف. هو عمره ما عمل كده مع اي مدرب. عمره ما عمل كده. شوف، امال ليه الناس بتقول كده؟ لا خالص والله العظيم، يعني انا اشتغلت معاه فترتين والله عمره ما عملها، ولا معايا ولا مع شوقي غريب. كابتن شوقي غريب كان هو المدير الفني قبل كده، يعني ما عملهاش خالص. عمره ما اتدخل في التشكيل. هو بيطلب مظلوم. هو في الموضوع ده صح؟ هو مظلوم فيه طبعا. هو بيطلب مثلا ايه؟ يبقى عارف التشكيل قبل ما نعلنه. ده طبيعي جدا. بيتصل يسالك مين اللي هيلعب. لكن عمره ما قال لي فلان ليه ما لعبش وفلان ليه لعب. طب ممكن يقول لك كده، يتصل بيك كابتن حماده اللعيب ده ماشي كويس وبيتدرب كويس عايزك تلعبه ولا؟ لا برضه؟ والله العظيم عمره ما عمل كده. انا صديق جدا. رغم اختلافنا في بعض الامور في النادي في حاجات معينه، لكن صديقي وعلى اتصال بيه لغايه دلوقتي. كابتن حماده، هسألك اللي بيتقال في السوشيال ميديا ساعات من جماهير المنافسه، سواء للاهلي او زي، يعني في مدربين بيتقال عليها كده من جماهير الزمالك، وفي مدربين بيتقال عليها كده من جماهير الاهلي. انا اعلم الكابتن حماده هو دوره يدافع عن نفسه. قال لك كابتن حماده مش عارف بيسيب ماتشات للنادي الاهلي. بص يعني انا يعني عيب اجاوب على السؤال ده. انا بحب نفسي طبعا. اكيد بتسمع الكلام ده ساعات بسمع، بيقول لك فلان مش عارف كابتن فلان.